السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بداية الناس اللي بتشوفنا لأول مرة يا ريت تشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا مشعارات وكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. متابعينا الكرام الافاضل يا ريت تضغطوا لايك وشاروا الفيديو على صفحاتهم على فيسبوك وتويتر. حفل الكاف بكره ومع اقتراب اعلان الفائز بافضل لاعب داخل القاره، ترشح انيس البدري ويوسف البليلي ومعاهم طارق حامد لاعب نادي الزمالك الثلاثي. ففي هاشتاج جماهير نادي الزمالك عملته بتشيد بطارق حامد وتساند طارق حامد، وده حقهم يعني كجماهير نادي بتشجع نادي لاعب. طارق حامد تقريبا من اول مره او اول مره لاعب في نادي الزمالك ممكن يحصل، واعتقد ان هو مش هيحصل على اللي يحصل على يوسف البلايدي، واضحه زي الشمس يعني مفيش فيها كلام. لكن هو كنوع من الدعم ورفع المعنوياته. انا مش ضد طارق حامد لكن مع اعمال العقل يعني شويه، زي ما اتكلمنا قبل كده وقلنا ان محمد صلاح الموسم ده بعيد عن جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، وإن الأقرب ليها مثلا محرز واللاعب ساديو ماني، وبالفعل كل المؤشرات بتقول إن ماني أقرب يعني من محمد صلاح، تيجي لأنه يعني زايد عن محمد صلاح في موضوع الوصول لنهائي كأس أمم أفريقيا مع منتخب بلاده يعني. لكن هو عمل كل حاجة زي صلاح، بل بالعكس صلاح كمان متفوق عليه في حصوله على أفضل لاعب في كأس العالم للأندية. نفس القصة بالنسبة لطارق حامد، كلمنا بقى يوسف البلايلي مع منتخب الجزائر، كان مع الترجي، كان عامل حاجات، عامل إنجازات يعني. قوم إيه؟ جماهير نادي الأهلي ردت على الهاشتاج ده، ومعرفش يعني إحنا مالنا، ما يقولوا اللي يقولوه يعني رد. وبعدين النادي الأهلي مش محروم من اللعيبة، ده يا جماعة جايزة أفضل لاعب داخل القارة اتعملت مخصوص عشان لاعب النادي الأهلي محمد أبو تريكة. يعني محمد ابو تريكه ما لقوش مخرج، يعني محمد ابو تريكه تالق غير عادي. طب نديها فين؟ نديله افضل لاعب في افريقيا؟ طب والجماعه اللاعيبه المحترفين في انجلترا وفي اوروبا نعمل فيهم ايه؟ لا، طب خلينا نعمل جايزتين، جايزه افضل لاعب داخل القاره وجايزه افضل لاعب بشكل عام لاعب افريقي يعني. ف النادي الاهلي واخدها تقريبا في مجموعه من اللعيبه بتاعته واخدينهم مثلا يجي 6 مرات يعني. وبعدين كل موسم كان فتره من فترات كل موسم او كل نسخه لعيبه من النادي الاهلي مرشحه، ده تتوقف على حصولك على كاس الامم نسخه رابطه الابطال، انت حصلت على رابطه الابطال خلاص، تاكد ان اي في مجموعه من اللعيبه كده ولاعب او اتنين هيبقوا مرشحين عندك بطولات. هي مش فرد عضلات ولا افضل لاعب ولا الروح ولا الكلام ده كله يعني. ردوا على جماهير النادي الاهلي، ردت على جماهير نادي الزمالك طارق برشامجي القاره. طارق برشامجي القاره، انا ضد اللفظ ده بصراحه يعني. لاعب وبتاع، ممكن تتفق او تختلف، انا واحد من الناس ما بحبش طريقه لعب طارق حامد، لكن ما بحبش الاسلوب يعني. هو لاعب لو اتكلم عنه قول انه بيلعب بقوه بعنف بيتدخل، يستحق طرد، يستحق انذارات، يستحق مش عارف. لكن برشامجي دي صعبه شويه، برشامجي القاره دي صعبه شويه والله، ما تريقه بجد يعني، شيء صعب يعني. وبعدين هاشتاج ثالث مرتبط برئيس نادي الزمالك، مش مرتضى منصور، لا، رئيس نادي الزمالك اللي هم بيقترحوه ابو سنيده رئيسا للزمالك يعني، هم عايزين يرشحوا ابو سنيده، أو ابو سنيده ابو ز... ما اعرفش اسمه، هو مكتوب ابو سنيده، هم مكتوب ابو سنيده، ما اعرفش مرتضى بيقول ابو سنيده ولا ابو سنيده، هو ابو سنيده، ابو سنيده رئيس الزمالك. مرتضى منصور كل شويه يطلع يقول لك ابو سنيده عمل، ابو سنيده سوى، ابو سنيده راح، ابو سنيده جه، ابو سنيده خطف العيال، يا الحق يا وزير يا خارجيه، يا الحق يا مش عارف ايه، ابو سنيده بيهددني عاوز يخطف ولادي، ابو سنيده بيهددني عايز يقتل ولادي، انا هعمل مش عارف ايه، ابو زنيده سرق رقم التليفون وعمال يبعت للناس، ابو زنيده ابو زنيده ابو زنيده، ده هيطلع له في الاحلام يعني ابو زنيده ده. المهم يعني الناس بتطالب يعني، بما ان كل حاجه ابو زنيده اللي بيعملها والدنيا دي بايظه بسبب ابو زنيده، يمكن ابو زنيده يجي يعدل الميل، فالناس بتطالب بابو زنيده يبقى رئيس لنادي الزمالك. والله يا عم يضحك يا عم، كان الله في عونهم يعني.
بالنسبة لحمد النقاز كان في كلام كتير اتقال عن حمد النقاز، خصوصا بيروج ليه اعلام الزمالك ان مرتضى منصور قفل صفحة حمد النقاز رغم محاولته العودة من جديد، وانه بيترجى رئيس نادي الزمالك وبوس ايد رئيس نادي الزمالك وبيطلب وساطة عشان يرجع نادي الزمالك، راجل خرج من الجنة عايز يرجع تاني. حمد النقاز قال الكلام ده فارغ، انا من ساعة ما قدمت الشكوى وفسخت التعاقد بتاعي وقدمت الشكوى خلاص انا سافرت تونس في انتظار العروض اللي هتقدم ليا من وكيل اعمالي. بالنسبه للسؤال عن النادي الاهلي، قال النادي الاهلي زي اي نادي، ممكن اي نادي يعرض واحنا ندرس العروض ونشوف الافضل ليه بالنسبه له. هو لاعب محترف ما لا يعرف لا اهلي ولا زمالك وبتاع، هو طالع من بلده علشان شغله واكل، ده اكل عيشه وشغله. بالنسبه لمرتضى منصور، مرتضى منصور طبعا يعني اجتمع مع لعيبه نادي الزمالك العميد شكران النهارده وطبعا اتكلمهم، وانتوا كنتوا رجاله وعملتوا مش عارف ايه وفزتوا وشفنا كلنا الفساد والتحكيم ومش عارف ايه، وبس انتوا اديتوا اداء رجولي واتمنى منكم اشد بهم يعني مباراه طنطا، وانهم الروح والمجهود نفضل على نفس الروح دي علشان مباراه زيسكو القادمه اللي هتكون يوم الجمعه يعني. بالنسبه برضو لموضوع نادي الزمالك، الزمالك ومرتضى منصور اتكلم وقال ان هيبقى في اجتماع بكره، اجتماع مع مراكز الشباب و يعني اكتر من 50 نادي ومركز شباب، هو اساسا ما اعتقدش ان في انديه يعني انديه الدرجه الاولى ما فيش حد بيروح، فهو هيعمل القعده تاني وهيتكلم ويطلع يقول كلمتين ويشتم مش عارف ايه وعمرو يا جنايني واعدلوا هنسحب منكم الثقه انتوا جايين انت مين يا محمد فضل انت مش عارف ايه، اتمنى فكرني نور الشريف في مسلسل انا سعد الدالي انت مين انا مرتضى منصور انت مين يا عمرو غنايم يعني انت مين يا بتاع انت مين يا احمد عبد الله، طب ما كان احمد عبد الله الدكتور احمد عبد الله بتقول عليه الدكتور احمد عبد الله، دلوقتي بقى انت مين يا احمد عبد الله. مرتضى منصور بقى ايه بيفرح شويه لعيبه نادي الزمالك، يا جماعه معلش ما تزعلوش مننا، شويه لعيبه اللي راحوا البرومو اتصور البرومو اللي نزل ده كل شويه عمال يتعاد ويعيد ويزيدوا كده، ما تزعلوش مجموعة تانية هنختار مجموعة بقى زي شيكابالا بن شرقي وناجم مش عارف ايه، هتروحوا هم جماعة محرومين اعلانات، الناس دي المفروض اللعيبة دي يا عم مرتضى بيدفع لها فلوس عشان تروح تعمل اعلانات، لكن هم يا عيني بس يا ريت ياخدوا مستحقاتهم بس. بالنسبة لمرتضى منصور حدد ميعاد لدفع مستحقات لاعبي نادي الزمالك، قال لك تدونا 48 ساعة، 48 ساعة ونكون خلصنا كل حاجة، 48 ساعة ونكون دفعنا كل مستحقات لاعبين ما يبقاش فيه ولا جنيه. وطبعا اللعيبة ما فيش في ايدهم حاجة غير انهم ينتظروا، وهينتظروا 48 ساعة. 48 ساعة دول ايه؟ يعني اللي ايه اللي هيحصل في مرتضى منصور هيبيع حد، هيبيع لاعب ولا حاجة؟ يعني في لاعبين هيبيعهم هتجيله مثلا فلوس هتجيله بتاع قد يكون يعني. لكن قصة المستحقات بتاعت نادي الزمالك ولاعيبة نادي الزمالك تنتهي في يوم وليلة كده لا صعب، لسه الموال بتاعهم طويل ومكملين يعني. طبعا واشاد طبعا في اللقاء اللي عمله مع اللاعبين بعمر السعيد ومحمد صبحي حارس المرمى واللاعب الصاعد احمد عيد، يعني ربنا معاه يعني ربنا معاه. بالنسبة للعقوبات لجنة الاندية او العقوبات بتاعت لجنة الانضباط، لجنة الانضباط اللي وقعت عقوبات الاسبوع ده وقعت يعني عقوبة، وانا ما اعرفش هي ما شافتش الكلام اللي قاله مرتضى منصور من يومين لما قال انتوا مين في عند ام مشمش، ولما قال جنايني مين وجمال غندور ده بيشيل الشنطه ولا العيل جمال غندور وطلاق ومش طلاق، وشتمت الفضل وعبد الله ووليد العطار زي ما كلنا شفنا يعني فيديو وسخريه من الحكام والتحكيم، لا ما خدوش باله. لكن وقعوا كوبا على سعفان الصغير يعني انه وقفوه عن ممارسة اي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 3 شهور، ده مدرب حراس نادي الاسماعيلي مدة 3 شهور، 3 شهور ده احنا يا جماعه احنا بنلعب في الشهر مثلا في المباريات ممكن 7 مباريات في الشهر او اكتر، يعني ده متوسط 7 مباريات، لما يتوقف يعني 21 شهر، احنا في شهر يناير قدامه لشهر ابريل مثلا عشان يرجع، ده عشان ايه؟ علشان اتكلم باسلوب غير لائق يعني عن لجنه الحكام، باسلوب غير لائق عن لجنه الحكام، امال اللي بيطلع يشرح في لجنه الحكام
الحكام ورئيس لجنة الحكام والحكام يا مرتشين يلي 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 تعملوا فيه؟ لا مش واخدين بالنا احنا، ما بناخدش بالنا من الكلام ده، لا 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 لا، خلينا احنا هنا في الناس اللي نقدر عليها، الناس اللي نقدر عليها، لكن المرتضى لا 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 مش واخدين بالنا، ما نعملش، ما احنا مش مهتم، هو انت عارفين بقى اسلوبه وطريقته وبتاع، ما تهتموش امر حل الرياضة في مصر ما هينصلح الا اذا حصل مساواة في كل شيء، في العقوبات وفي يعني عايز تعاقب عقب الجميع، طبق اللائحة على الكل، مفيش نادي كبير ونادي صغير، مفيش عضو برلمان ومفيش واحد عضو برلمان يقعد في بيتهم، عضو برلمان يلف على دايرته يشوف مصالح الناس، عضو برلمان مش هيلتزم باللوائح والقوانين يبعد عن الوسط الرياضي بشكل نهائي. بس اذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشير الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر، ولو بتشوفنا لاول مره اشترك بالقناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديده الخاصه بالقناه. السلام عليكم.